من قلب بغداد إلى مدن العراق كلها، بداية يوم جديد نلاحق إيقاعاته ونتحسس نبضاته في صباح الشرقية. صباح الخير والصحة والعافية عليكم مشاهدي برنامج صباح الشرقية. يوم جديد ونهار جديد، نتمنى يكون مليء بالطاقة الإيجابية وتحقيق الإنجازات والأهداف وين ما كنتوا تتابعونا. صباح الخير، انت شلون؟ صباح الخير زين. صباح الخير عليكم مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. اليوم راح نبتدي نبتدي ويا ريم طبعا بالبداية، رديت اطلع التقرير واعوف ريم. صباح الخير ريم، البداية طبعا اكيد راح تكون من الأخبار. صباح الخير ريم. صباح الخير عليكم، صباح الخير لكل من يتابعنا. أكيد راح نبتدي جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، راح تكون متنوعة والبداية أكيد من العناوين. شفاء 15 عراقيا من فيروس كورونا. أربيل وسليمانية تدعوان الأهالي لالتزام المنازل. الكهرباء تنفي إلغاء تعيينات العقود والأجراء اليوميين. تطمينات بعدم تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد، غالبيتهم في بغداد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان أن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء 15 حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد، وأضاف أن المصابين توزعوا بين 11 حالة في محافظة بغداد، 7 حالات في الكرخ، و4 حالات في جانب الرصافة، و4 حالات أخرى في محافظة كركوك. وإلى أربيل أيضا، حيث دعت دائرة صحة أربيل أهالي المدينة إلى الالتزام بمنازلهم لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على عدم التجوال في الأماكن ذات الكثافة السكانية خلال العطلة الممنوحة لهم. وقال مدير الصحة دلوفان محمد أن الفيروس يشكل مخاطر جدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية. وأضاف محمد إنه من الأفضل أن يبقى المواطنون في منازلهم وأن يبتعدوا عن مناطق التي تشهد تجمعات للناس، مؤكدا أن حكومة أقليم كردستان منحت العطلة لتفادي انتشار الفيروس وليس للتنزه. وعن إحصائية المصابين بالفيروس في أربيل، أكد محمد أن المحافظة سجلت 4 إصابات وهم يخضعون للعلاج، كاشفا عن استقبال كل يوم حالات يشتبه بإصابتها وتخضع للفحوصات المختبرية. من جانبها، دعت دائرة صحة السليمانية الأهالي إلى ملازمة منازلهم بعد تسجيل الإصابة 11 في المحافظة التي شهدت أول حالة وفاة أيضا في إقليم كردستان جراء فيروس كورونا. نفت وزارة الكهرباء نيتها عن إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها بصفة عقود وأجور يومية. وذكرت الوزارة في بيان أن الأنباء التي أشيعت حول نية الوزارة بإلغاء العقود أو التعيينات التي أطلقتها مؤخرا غير صحيحة، مؤكدة إنه لن يتم إلغاء هذه التعيينات لأنها مغطاة قانونيا بقرارات مجلس الوزراء. وأضاف البيان أن التنسيق متواصل مع وزارتي المالية والتخطيط لتغطية التعيينات ماليا وحسم الموضوع بشكل صريح. نفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق. وأكدت اللجنة في بيان عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، نافية نفيا قاطعا نيتها أو نية البرلمان أو الحكومة العراقية الخوض في هذا الموضوع،
كونه حق مكتسب. وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل حاليا مع جميع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة والبعيدة عن مسألة رواتب الموظفين جملة وتفصيلا، وذلك من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي. وتعتمد الموازنة الاتحادية في العراق أساسية على تصدير النفط وتحديد عادة سعر برميل النفط في الموازنة ب50 دولارا، إلى أنه بسبب مخاوف فيروس كورونا هوت أسعار العالمية للنفط صوب 32 دولارا للبرميل الواحد. أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوص المختبرية لثلاثة حالات كان يشتبه بإصابتهم بالفيروس وتبين إنها سالبة. وأعلن المتحدث باسم خلية الأزمة في نينوى ضد فيروس كورونا الدكتور عدي العبادي عن نتيجة الحالات الثلاثة الأخيرة المشتبه بها والمرسلة إلى بغداد لغرض الفحص المختبري، وتبين إنها خالية من مرض الكورونا. وقال العبادي في بيان إنه وبذلك تكون محافظة نينوى خالية من أي حالة إصابة أو حالة اشتباه لغاية صباح اليوم. وإلى آخر أسعار صرف الدولار، وصلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية ارتفاعا طفيف. وسجلت أسعار بورصة الكفاح ببغداد 121,200 دينار لكل 100 دولار. أما سعر البيع الدولار في محال الصيرفة فقد سجل 121,750 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر شراء الدولار 120,750 دينار لكل 100 دولار. انتهت نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، الآن عودة إلى زين وهند حتى يكملوا لكم باقي فقراتنا. إلى اللقاء. شكراً لك. رح ننتقل لأول تقرير لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، اللي هو رح يكون من كركوك. طبعاً قامت حملات تطوعية بكركوك بمدينة كركوك للوقاية ضد فيروس كورونا، وهذه الحملات نزلت إلى الشوارع، نزلوا هذه المجموعة إلى الشوارع حتى يوزعون المعقمات وأيضاً الكفوف والكمامات على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا. طبعاً مشكورة كل الجهود المبذولة في صدد الوقاية من هذا الفيروس المستجد حاليا بالعراق وبكل بلدان العالم. طبعا من مهم جدا انه نتبع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة العراقية وايضا منظمة الصحة العالمية بالتعقيم وتنظيف او غسل اليدين قبل وبعد الاكل، وايضا همنا يعني تقليل من الزيارات وهمنا الاماكن المزدحمة، لازم احنا شوية نقلل من ذهابنا الى اماكن مكتظة بالعالم مثل المولات والبازارات. فشوف هذا التقرير اللي نظموه شباب من محافظة كركوك وراجعين حتى نعرف عنه. مع صباحات الشرقية المفعمة بالأمل تنطلق مجدداً حملاتنا التطوعية التوعوية الشبابية، الهدف منها هو توعية الناس ضد فيروس كورونا. اليوم ساهموا ويانا أبطال القوات الأمنية وإضافة إلى الشباب المتطوعين والإعلاميين وأيضاً كادر الشرقية، أود أن أذكر بشكل خاص مشاركتهم دائماً في سلسلة حملاتنا التطوعية. اليوم احنا نريد نقول انه بتكاتفنا نقدر نتحر كل الملمات بتعاوننا. اليوم مثل ما تشوف احنا نوزع بالشارع الكمامات والكفوف وبوسترات التوعية، ما نعرف اللي دا يمر مننا عربي كردي سني تركماني شيعي مسيحي، المهم هو مواطن عراقي. والله هي رسالتنا انه مفروض كل المواطنين يلتزمون بوسائل الوقاية من هذا المرض، واحنا حاليا مجموعة من الشباب قمنا بهاي الحملة التوعوية على مود أن المواطن يكون عنده مو بس معلومات، يكون عنده مثلا الأساليب والوسائل اللي تساعده على الوقاية من هذا المرض.
نقوم اليوم كل يوم بحملات تبرع مجاني بالميسور من الكمامات والكفوف وبعض المعقمات إلى الأهالي، لتكون مبادرة لباقي المنظمات وميسور الحال للقيام بنفس المبادرة. شلون نشوف اليوم همة الشباب؟ يعني اليوم شوف شباب الكل تكاتف بهذا الموضوع. الحمد لله نحن نرى بأن الشباب في مجتمع كركوك شباب منفتح ومتفهم وواعي للأزمة الموجودة حاليا ومتفاعل، وهذا الشيء يسعدنا ويفرحنا جدا. بجهود الأبطال وبجهود الناشطين وبجهود الناس الأكفاء وأصحاب الصيدليات اللي تخاف الله، إن شاء الله من كركوك أيضا راح نقضي على هذا الفيروس. اليوم مثل ما تشاهدون احنا كنشطاء كمواطنين تكاتفنا، كل أهالي كركوك تكاتفت في سبيل أنه على الأقل نوصل فد رسالة أو نوصل رسائلنا الوقائية للناس. اليوم كركوك الحمد لله وفضل لله أنه التاريخ يسجل هذا الشيء، أنه اليوم كركوك تكاتفت إيد بإيد في سبيل على الأقل نقلل من انتشار هذا الفيروس بداخل مدينة كركوك. شفنا هواية الحمد لله، صارنا أيام شفنا كل الناس تشارك، كل الناس بادرت، كل الناس تنطي الكمامات، وهذا اللي يوقي وهذا اللي ينصح وهذا اللي يكون مع كل مواطنين كركوك. فإحنا رسائلنا الكركوك أيضا والأصحاب كل الصيدليات، اتقوا الله. إحنا صحيح هسه أزمة، إحنا الصيدليات أيضا حتى التجار والمباخر، التجار حتى الميسور، يعني نتمنى من الكل التكاتف. إحنا هسه بحقيقة مدينة كركوك إحنا أزمة، بس هاي الأزمة راح تخلص. طبعا شكرا الى الجهود المبذوله من الشباب اللي نزلوا الى الشارع بهذه الحملات المهمه جدا، واللي دائما تبقى تذكر الناس بالوقايه، يعني رغم الظروف اللي صايره من يعني فعلا من الصيدليات، رغم الازمه اللي موجوده انه ماكو هذه الكمامات ما متواجده او المعقمات هم وفروها ونزلوا الى الشوارع يوزعوها على العوائل، فشكرا جزيلا لهذه الجهود المبذوله، ونتمنى انه تكون مثل هذه الحملات اللي هي دائما تذكر الناس بالوقايه بكل المحافظات. طبعا هم مهم جدا، اذا ماكو طلعه مهمه جدا، هاي اوامر هم طلعت من وزاره الصحه والحكومه، انه اذا ماكو شغله مهمه جدا ماكو داعي نطلع، ماكو داعي نروح الى دوائر حكوميه، فالوقايه افضل من العلاج. طبعا هم الله يبعد عنا وعنكم هذا المرض. راح نروح لتقريرنا الثاني لهذا الصباح اللي هو من مدينة دهوك. بنية ابتكرت حذاء جديد يساعد الضرير، وأيضا الأشخاص اللي عندهم ضعف بالسمع والبصر حتى يساعدهم إنه يقدر يعني إنه يمشون بالشارع بدون ما يتعثرون بشغلات يمكن راح تصادفهم بالطريق. فالحذاء بحساسات راح تنبه اللي لابسه إنه أكو فتشي قدامك، فانتبه. طبعا الجميل بهذا التقرير انه هي البنيه من اهالي الموصل، ولكن هي من العوائل النازحه الى دهوك، ورغم الظروف اللي احاطت بها انه هي بقت مكمله دراستها ومستمره بتطوير ذاتها حتى انه صنعت شيء قدرت انه تخدم به فئه من الشعب. فخلينا نروح نشاهد هذا التقرير من دهوك. صباح الخير على جميع مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. منار هي شابة عراقية من محافظة نينوى، حالها حال الكثيرين ممن تعرضوا للنزوح والهجرة وترك الدراسة، لكنها بقت محافظة على أحلامها وطموحاتها، واليوم قدرت تصنع جهاز خاص للصم والبكم والعمي يساعدهم على الحركة بأريحية. حابين تعرفون تفاصيل أكثر عن قصة حياة منار وكذلك تفاصيل عن الجهاز؟ خليكم ويانا.
طالبة منار يونس السنجاري، طالبة هندسة مرحلة رابعة، تخصصي شبكات اتصالات الحاسوب، أدرس في كلية الحدباء الجامعة بالموصل. بحكم أنه أنا خريجة هاي السنة راح أتخرج، فأني حبيت أسوي فد شيء مغاير، فد مشروع يفيد للمجتمع ويكون مغاير للمشاريع اللي سووها الطلبة مثلا في السنين السابقة. فأني سويت المشروع باسم سمارت شوز، اللي هو الحذاء الذكي. هذا الحذاء الذكي يفيد للضرير وكذلك للضرير الذي يعاني من ضعف في السمع. ممكن أنه الضرير يرتدي هذا الحذاء ومن بعد متر الحذاء ينطي تنبيه للشخص الضرير أنه هناك جسم صلب أمامه. ممكن هذا الجسم الصلب يكون حائط، ممكن يكون حاجز كونكريتي، ممكن تكون سيارة. مثل ما تعرف أنه الضرير دائما يعاني من يعبر السير في يعني السيارات، يعاني من هذا الشيء. الفكرة اجتني طبعا كانت ببالي من زمان. أنا يعني أداوم بالموصل، فكنت أشوف أكثر من حالة أنه أشوف ضرير أكثر من ضرير أنه يوقف على الشارع يحتاج شخص يعبره. فهذا الموقف كلش أثر بي وظلت ببالي، وأنا من نوع العاطفية ولو البنات كلهم عاطفيات، فبقت هاي الفكرة ببالي وحبيت أنه أقدم في شيء لهم. وحبيت يعني أني أتمنى أنه هذا الشيء ينزل للشارع، أنه الناس تستفاد منه. وطبعا الهدف منه هو إنساني بحت. يعني أكو أفكار ببالي أنه أطوره. الفكرة الأولى أنه أحول التنبيه للنطق، أنه الحذاء يتكلم يعني ينطق جمل منطقية. يعني ممكن يقول يعني هو يتكلم انه هناك جسم صلب وهكذا. وطبعا اذا اسوي ان شاء الله قريبا راح اخليه يتكلم بلغتين، تو لانجويج العربيه وبعدين يترجمها للانجليزي. هي يعني مثل ما قلت لك، هي دوامها بالموصل ويومية تروح وتجي بالسيارة، فأكيد تجي متأخرة يعني ساعة بالأربعة، أربعة ونص مثلا مرة توصل البيت على ما مثلا تأكل لقمة شوية ترتاح، صار الليل ترتاح شوية. مرات يعني أنا أقعد مثلا نايم أقعد أشوفها ساعة تنتين تنتين ونص هي قاعدة على الميز وقدامها هاي الشغلات عاد تشتغل بيها. أقول يا بنتي مثلا أنت مفروض ترتاحين، دراستك صعبة وعندك امتحانات وكذا، تقول بابا ما يخالف لأنه أنا بالمختبر هناك ما دائما كل الوقت لي لأنه عندي محاضرات، فأشتغل بالمختبر أعمل بالمختبر، أكو نواقص بالبيت أجي أكملها. يعني هي من نوع عندها إصرار، يعني ما يعني مثل ما قلت لك ما عندها يعني ما تمل من الشيء، يعني تريد تنجح بأي صيغة بأي طريقة. منار هي من يومها ذكية، هي طالبة ذكية من الابتدائية والمتوسطة، لما وصلت الإعدادية هي معفية من جميع الدروس أيام سنجار، ما امتحنت ولا درس، كانت معفية من جميع الدروس. ولحد الآن خلصت السادس الإعدادي وبتفوق، ودخلت جامعة الحدباء قسم الهندسة الاتصالات، وهاي آخر سنة إلها راح تتخرج. ومشروع تخرجها هذا المشروع الإنساني اللي هسه تشتغل به وخلصته إن شاء الله بنجاح وإبداع. أتمنى لها الموفقية بحياتها المستقبلية، وإن شاء الله المشروع راح تطور أكثر وأكثر، ونريد يعني راح تسوي مشاريع أكثر منها إن شاء الله على هذا الذكاء وعلى هاي ذكاء المبدع اللي تحث الناس. يعني هي كل غايتها بس بأنه تلبي مشاكل الصم والبكم والمجتمع.
رجعنا وياكم من جديد. طبعا الاختراع جميل جدا، هو مو بس اختراع عادي، بالحساسات اللي موجوده به عربي وانجليزي، يعني يقدر يستخدمه اللي العربي وايضا يقدر يستخدمه الشخص الاجنبي او اللي متواجد باي دوله عربيه، شخص اجنبي يقدر يستخدمه. شكرا الى يعني هذه الطاقه اللي ممكن تنشرها عند الشباب وتخليهم يتحفزون اكثر حتى يطلعون كل المواهب اللي موجوده بداخلهم. طبعا مشاهدينا راح نتكلم اليوم ويا ضيفنا بموضوع مهم جدا وشائع جدا، اللي هو طبعا راح نتكلم عن يعني خطر مرض فيروس كورونا على المرأة الحامل. لابد انه النساء الحوامل الكل يعانون ومتخوفين من هذا الموضوع. اليوم ضيفتنا الدكتورة النسائية شذا الخياط. صباح الخير عليك دكتورة. صباح الفل وصباح الورد مرة اخرى ست هند، اهلا وسهلا. دكتورة طبعا هذا يعني المخاوف اكيد موجودة عند النساء الحوامل، فالسؤال الاول، هل مرض فيروس كورونا يأثر على النساء الحوامل؟ بصراحة هو من بدأ هاجس الكل والذعر الموجود على السوشيال ميديا والانتشار بكل تقريبا ما يقارب 112 دولة انتشر بها على سطح الكرة الأرضية هذا الفيروس، وبدت مخاوف وهواجس النساء الحوامل تزيد، ولهم الحق طبعا لانه هم من الفئه الضعيفه، من نقول انه النساء والشيوخ والاطفال والهاي، بس اللي الدراسات والبحوث استثنت من فيروس الكورونا الاطفال الان، وتشوف انه نسبه الاصابه بالاطفال تحت السن التسع سنين الى 12 سنه جدا اقل من الكبار. فيبقى عندنا شريحه الحوامل والمسنين. طبعا هو بما انه هو مرض جديد وما له علاج والعلماء متحيرين به والخبره قليله والدراسات والبحوث تكون قليله، فما نكون احنا يعني فقيرين وخبراتنا متواضعه بهذا المجال، ولكن حتما البحوث والتجارب اللي جت من مدينه ووهان بالنسبة للحوامل أثبتت أنه السائل حول الطفل ما متواجد بالفيروس ولا متواجد في حليب الأم بالنسبة للوالدة المرضع. فبهالحالة هذا، بس هذا لا يعني أنه ما يأثر الفيروس على السيدة الحامل. الفيروس نفسه يراد له يكون عنده عمر طويل وخبرة طويلة، يلا نعرف شنو تأثيراته بالدراسات. لكن العرض الأولي وهي مثلا ارتفاع درجة حرارة الحامل حتما راح يكون له تأثير قوي على السيدة الحامل، حالة حال أي مرض بكتيري أو فيروسي من يتسبب بحرارة عالية في البداية. طبعا هذا أول أسبوع إذا أصيبت لا قدر الله، على الأشهر الأولى الثلاثة من الحمل قد يؤدي إلى تحورات في تكوين الطفل ويخرج عن الخلقة المثالية، وقد يتسبب بتوقف نبض الجنين المفاجئ ما يسمى بالإسقاط المنسي، وقد حتى يتسبب في سقوط الجنين ونزوله بالنزف اللي هو الإسقاط التام أو الناقص. زين دكتورة، بما أنه هذه الخطورة كلها موجودة على الجنين، يعني شنو اللي لا سامح الله ولا قدر الله أنه إذا مرأة حامل يعني صار عندها فيروس كورونا، شنو اللي لازم تسويه وهي حامل؟ يعني تروح تسقط الجنين؟ يا معقولة؟ هو بالحقيقة هي جزء من يعني حملة توعوية للمجتمع كله، هي الجزء لا يتجزأ من المجتمع وهي معرضة بدرجة أكبر، فلهذا المبدأ أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج هي اللي مطبقة علينا كلنا سواسية كأسنان المشط، ومن ضمننا هم السيدات الحوامل. فإذا هي كانت تعرف أنه هي حامل فعليها بهالفترة هذه بهالشهر هذا خصوصاً، هو إن شاء الله فد غمامة وتعدي على المجتمع كله وعلى العراق بلدنا خصوصاً. فالعزل، اعتزال التجمعات اللي قبل شوية حضرتك وأستاذ زين عرجتوا عليها، هي تمشي على كل فئات المجتمع. اعتزال التجمهرات، الشغلة أنت دائماً خلي
في الطب احنا تعلمنا انه نوازن، اكو ميزان حساس كميزان الذهب، نحط بكفه الفعاليه اللي نريد نسويها وبكفه اخرى يعني ماذا لو اصيب الشخص بهذه، فنشوف يا كفه اللي تترجح هي اللي نمشي وياها. هل هي الشغله طارئه؟ هل هي الشغله جدا مهمه؟ هل هي المهمه اللي راح اعملها جدا جدا مهمه وما يمكن تاجيلها؟ إذا بيها 1% مجال تأجيل حتى لو بيها خسارة مادية يفضل أنه أرجح سلامة المرأة الحامل. وطبعا الشغلة الثانية أنه الفقرة الثانية أنه تتبع وسائل الوقاية الشخصية اللي هي هسه كل العالم يحكي بيها البي بي إي البيرسونال بروتكتيف إيكويبمنتس اللي هي الكفوف، والكفوف ما يصير تكون هذه النايلون الشفاف، لازم تكون اللاتكس، الكمام، والكمام لازم يكون يغطي الوجه جيدا، واذا شافت نفسها انه هي ما تحتاج ما راح تختلط مسافه متر ونص الى مترين اللي هو 6 أقدام اللي العلماء كلهم يقولون انه هذا مدى يعني تطاير الرذاذ والدروبليتس بين مريض ومريض، فيفضل انه ما تلبس الكمام، يعني مو راح نلبس الكمامات احنا بداخل بيوتنا، وانما اذا تروح المكان تتخيل انه راح تكون مسافه بينها وبين شخص وشخص كبيره، فيفضل انه تلبسها. زين دكتوره، اذا كان اكو شخص مصاب داخل البيت وياها بهذه الحاله شنو تسوي؟ لا عزيزتي ست هند، وجود شخص مصاب معناه هذا برايي الشخصي هذا خيانه للوطن. اوكي، هذا خيانه، هذا اللي تسبب كثير من العوائل دي يعني يتسترون على هذا الموضوع. هذا اصلا القانون العراقي بي اللي يتسبب بوباء، وهذه نتركها لل في حال كانوا ما يعلمون يعني وطلع اكو شخص بالبيت مصاب بهذا المرض. سهوا لانه احنا قد نكون بموسم الفلو والانفلونزا وهذه، فلا يستبعد بهالحاله هذا يتم العزل. هو اكو مستويات لعلاج الفيروس، المستوى الاول هو الحجر لكل الوافد لانه احنا ما عندنا، احنا كعراقيين ما عندنا المرض، هو صح. المرض بالاساس اجانا من الصين، والصين انتقل الى بقيه الدول، بما انه احنا الجاره عندنا ايران هي عندها حدود كلش طويله وعريضه الاف الكيلومترات بيناتنا، فيتوقع انه احنا الخط الاول اللي راح ينتقل له اكثر. فلهذا الوافدين المستوى الاول هو الحجر الصحي اللي هو يطول 14 يوم، وهو فترة كافية لظهور أعراض المرض. أوكي. المستوى الثاني إذا ظهرت على الشخص الأعراض راح يعزل، الايزوليشن يعني الكارانتينا هي 14 يوم، بعدين العزل اللي هو الايزوليشن، الايزوليشن راح يكون هو بوحدة وتتوفر لكل يعني مستلزمات انه يكون بوحدة ويمشي يومه، وهذا طبعا يطول ل 28 يوم واحيانا يقولون شهر هسه. نعم. فمن يكون مصاب خلص، سواء حامل سواء شيخ سواء شاب طفل راح يعزل ويكون بوحده، واحنا كثير شفنا مآسي من الصور اللي صارت بمدينه ووهان من الوالد اللي داي باوع ابنه وطفله الرضيع من خلال الجام ومتاثرين، فهذا يعني مو اعتباطا، هذا لازم الايزوليشن هو يعني ستريكت يعني قطعي، ما بي مجال للمزاح. طيب دكتوره حضرتك شنو تنصحين المراه الحامل، يعني كم مره تروح تزور الطبيب اذا هي كانت حامل بهذه الفتره او هذا الشهر؟ بصراحه يعني راح افاجئك بالجواب انه لا انصح انه اي مريض يروح مو بس الحوامل، انه يراجع المؤسسات الصحيه بهاي الفتره. اوكي. بالنسبه لي اني كشخصيا كدكتوره شذا، اني عندي هسه تطبيق المعالجه عن بعد، يعني وفرت رقمي لكل المريضات، وسابقا عندهم مريضاتي، وهسه اللي ما تسوى انه اجيبها المستشفى، وقد يكون هي المستشفيات تعرفين يعيش على الاسطح ويعيش على، واحنا ما نعرف لحد الان يعني مع الامكانيات الهائله اللي دا تبذلها المؤسسات الصحيه في التعقيم، بس ما تسوى بميزاني انه اجلب سيده من بيتها المعقم النظيف حتى اجيبها المؤسسه الصحيه بهذه الفتره. فالافضل انه كرعايه حمل مره بالشهر تسال دكتورتها عن بعد هذا
هاي الفترة. إذا احتاجت حالة طارئة لا، هذاك لكل حادث حديث لازم تكون تجي ويتوفر لها وسائل عزل الوقائية الشخصية من يدة الباب، شلون يقول من مقبض الباب إلى الجريب إلى الكمام إلى الدكتورة، همين لازم تكون عازلة نفسها جيدا، لأن هسه الكادر الطبي هم الخط الأول الدفاعي في هذا المجال إن شاء الله، ويكون إن شاء الله الله يقدرنا ونقدر نطلع بالوجه الأبيض شلون يقولون من هذه الغمامة إن شاء الله يا ربي. زين دكتورة، شنو نصيحتك لكل النساء الحوامل بهذه الفترة؟ هي النصيحة الذهبية أنه تدعم الجهاز المناعة مالته، وتدعيم جهاز المناعة ليس يعني الأخذ العشوائي الفيتامينات، وهذا المفروض أنه قبل ما تدخل الحمل، إذا تتذكرين بحلقاتنا السابقة إحنا نقول الفوليك أسيد والفيتامين إي والأوميغا 3 والفيتامين دي، كلنا هسه إحنا لازم نشيك فيتامين دي 3، ولو هذا ما يعني أنه هسه لازم نروح نسوي الفحوصات، همين راح نسوي يعني نزوح غير ملزم للمؤسسات الصحية اللي إحنا دنقول نبتعد عنها بهالفترة هذه. فالفيتامين دي كلش إلى دور رئيسي في تدعيم المناعة، فيتامين سي، وهذا ما يعني انه اكل كيلو برتقال باليوم، وانما قطعتين فاكهه تكفي باليوم. الزنك من المواد اللي تفيد، وما اعني بالزنك انه ناخذه كمكملات غذائيه، بالنسبه للحامل تقدر تلقيه بالكيوي وبالزنجبيل وبالمكسرات وباللحوم بالكبده، ولو الكبده ممنوعه بالاول 3 اشهر من الحمل. فالسياقات الطبيعية، الرياضة تعلي المناعة، وبهذه الحالة أنه رياضة المشي نص ساعة، الهواء الطلق، شرب الماء كثيرا، هي الظروف المتاحة الأساسية اللي كنا نحكي عنها قبل لدعم المناعة. بس هسه شوية تكة زيدها نعم، حتى تكون مناعة عندها قوية أكيد. إن شاء الله، ونتمنى كل الصحة والسلامة لكل السيدات ولكل المجتمع ولكل العالم إن شاء الله، إن شاء ونتمنى الله لكل إنسان يعني هذه الأزمة تعدي بأقرب وقت، وإن شاء الله يا ربي إنه تصير من الماضي إن شاء الله تصير من الماضي أزمة وتعدي. طبعا شكرا جزيلا لوجودك ويانا اليوم دكتورة شذا الخياط، شكرا لتواجدك ولهذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها إلى السيدات اللي هم ممكن يكونون بأمس الحاجة إلها اليوم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا راح نروح إلى لبنان وراح نحكي عن أهم معالم السياحة اللي موجودة بلبنان، وكل شخص زار لبنان أكيد يمكن يروح يزور هذا المعلم اللي هو يعتبر من معالم السياحة بها اللي هي مغارة جعيتا. طبعا هذه المغارة هي تكون مثل القصر المائي اللي يتكلمون عنه بالروايات، لكن هو يكون حقيقة موجود ببيروت أو بلبنان عفوا. فخلي نروح نشاهده أنا وياكم. وصفوها بالمعجزة والأعجوبة، وقالوا عنها أنها سعادة كبرى لما لها من معنى تاريخي يتجلى ذلك في هدير المياه والضوضاء، واستفاضوا في شرح مكنونات أسرارها، فشبهوها بالوادي المقدس الذي حمل قدسيته من التاريخ الروماني واليوناني، وأخيرا كرسوها بأنها من عجائب الطبيعة السبع. على اعتبار أنها قصر مائي عجيب ينافس المواقع الطبيعية المتميزة مثل شلالات نياجرا وغابات ونهر الأمازون وقمة إيفرست، إنها مغارة جعيتا، المغارة المائية التي اكتشفت صدفة عام 1836 وافتتحت أمام الجمهور سنة 1958. تختزن بحناياها نهرا جوفيا، ويمكن زيارتها بواسطة القارب حتى مسافة 500 متر من إجمالي طولها البالغ 6200 متر.
على بعد 18 كيلومتر شمال بيروت، مقطع جديد يحتضن وادي نهر الكلب مغارة جعيتا. ويؤكد واحد من العاملين بالمغارة أن الماء هو المهندس الأساسي للمكان، استطاع أن ينحت الصخور القاسية فكون تلك التجاويف والأشكال الكلسية المختلفة. تقرير حلو جدا من لبنان ومن مغارة جعيتا بالتحديد، اللي هي من أماكن المهمة جدا للسياحة في لبنان، وهي من أماكن والدخل السياحة في لبنان. طبعا الشيء الحلو أنه ما يقبلون السياح أنه يأخذون صور بفلاش أو بالكاميرا للتماثيل الكلسية اللي هي تشكلت بمئات السنين. هي إذا تشوفين أكو هند أماكن تنزل منها نقاط أو هيجي تقطر، فأنه تتشكل هيجي تماثيل كلسية حلوة جدا هي. وأكو مكان هم نبي تقدرين أنه تتمنين، دائما نشوف الأماكن السياحية أو اللي هي تكون عجائب الأشخاص يتمنون بها أمنيات، فيتمنون أمنية بعدين يرمون ليرة أو عملة نقدية حلوة هيجي، فحتى أنه تتحقق أمانيهم. زين، أنت قلت لي أنت من الناس اللي رايحين زايرين هذا المكان، تمنيت أمنية هناك داخل هذا المكان وتحققت إليك لو لا؟ هي كانت من زمان، ما أعرف يعني إذا تحققت الأمنية أو لا، بس الحلو جدا الأجواء اللي تحسيها داخل هذه المغارة. هو يعتبر من يعني المعالم المميزة جدا ومن عجائب الدنيا أيضا. صح. يعني مو بس معلم يعني الناس تروح تزوره، من عجائب الدنيا اللي موجودة ومذكورة، فالمكان جميل جدا صراحة. أنا ما رايحة زايرته بس متشوقة جدا إن شاء الله إذا نزلت للبنان راح أزوره، ومن شفته بالتقرير هو عجيب، وأنت خصوصا شوقتني إنه أروح أشوفه. يقول من الأماكن الممتعة جدا. شنو الأشياء بعد اللي موجودة بيه زين هناك؟ هو الشغلة الوحيدة اللي أنا صراحة يعني هو القارب. أكو قارب هيك مثل ما شفنا بالتقرير إنه يسوي فرة داخل الكهف، فتشوفين المناظر الحلوة جدا، يعني مناظر تقطع الأنفاس صراحة. الشغلة الوحيدة اللي أنا لاحظتها أو حسيت بيها شخصيا أنه نسبة الأكسجين داخل الكهف قليلة جدا بسبب الرطوبة الموجودة هناك. فيعني هو حتى بالبداية يقولون للزوار إذا عندكم مشاكل بالتنفس أو الربو فديروا بالكم، هذا المكان شوي يمكن يكون خطر عليكم. يعني ممكن يكون خطر عليهم، يحذرهم بالبداية. الأطفال يدخلون عادي طبيعي مو؟ ويدخلون بس يعني ينبهون أنه أكو هيجي شغلة، أنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالتنفس أو عندهم ربو ترى نسبة الأكسجين داخل الكهف تكون قليلة. حلو، تقرير حلو أنه نختم به حلقتنا لهذا اليوم. شفنا أحد معالم السياحة اللي موجودة داخل لبنان، نتمنى أنه إذا أحد زورها. إن شاء الله تكون زورها، إن شاء الله تكون زيارة ممتعة. طبعا مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مع السلامة.